شكوكو باش ما يكونش نقول تكرار. شكوك انا غادي استاذ شكوك انا غنوجه ماشي كلمه بل نوع من العتاب. معنا الاستاذ الموسيقار عزيز حسني، معنا المطربه عزيزه ملك اللي هاد الصوت هذا اللي ما تنسمعوش، معنا السي رشيد عبيدون، معنا الاستاذه عتيقه عمار، و السي الرزين اللي هو في الاطار ديال التمثيل والمسرح. حنا تنطرحوا واحد التساؤل لكم نتوما باعتباركم جيل، ماشي غنقول رواد، جيل ما بعد الرواد. حنا ما غنتسناوش الجهات ديال وزاره الثقافه او الاذاعه او دوزان او غيرها من الجهات اللي هي تشرف على الميدان الفني في المغرب. نتوما باعتبارك سي عزيز حسني استاذ موسيقار في المعهد الموسيقي، استاذه عزيزه ملك قارئ بطوال كبير، عزيزه ملك وما لاهي استاذه عزيزه ملك، اسم غني عن التعريف كما تنقولوا تيزعزع. عتيقة عمار كذلك اللي تنشوفوها في دوزام، هذو الاصوات المغربيه الحقيقيه ماشي اصوات ما نجبدوش الاسماء باش ما نجبدو حتى حد، ولكن نتوما الدور ديالكم كفنانه كرموز ما بعد السي عبدالوهاب الدكوالي ما بعد السي رضيه، نتوما دابا الحاليه اللي كاين في الساحه، علاش نتوما ما يمكن لكمش؟ وحنا معنا الاستاذه سعيده جمال احتفلنا بهذه الاغنيه اللي افتتحت لنا بها هذا الجو الحميمي، علاش نتوما ما يمكن لكمش في اطار خطاب تشريع صاحب الجلاله نصره الله، في اطار المجتمع المدني الفاعل، في اطار تاسيس الجمعيات، علاش ما يمكن، علاش نتوما مخليين الساحه خاويه؟ هذا نوع من التقصير اللي انا كمواطن مغربي كمستمع بصراحه يحوز في الناس هذه الظاهره وهذه الموجه ديال ما يسمى الرداءة. اذا كانت رداءة ديال اكشور اكرون في الصحافه راه كاينه اكشور اكرون في المير الغنائي. تنتمنى من هاد الجلسه الحميميه اللي احتضنها هاد المطعم قلب العاصمه الرباط انه يتمخض عليه باعتباركم رموز. لا احد سيعلو على السي عزيز حسني او على عزيز ملاك او السي رشيد او عاشق، هادو رموز عندهم الشرعيه عندهم المصداقيه، هادو هما الفن المغربي او الاغنيه المغربيه، وبالتالي الى ما دافعوش على الاغنيه المغربيه ولا الدار غادي نقول لكم شكون اللي غيدافع عليها. فالفن المغربي والاغنيه المغربيه هي امانه في رقابكم ومسؤوليه بين ايديكم، لانكم اساسيه ماشي عاد الناس اللي عاد بداو البارحه بالاغاني ديال موجه الرداءة. وبذلك حنا نطلبوا منكم تخرجوا انطلاقا من هذه الجلسه هذه بواحد الاطارات بواحد مراسلات تحمل المسؤوليات الدفاع عن الاغنيه المغربيه. وفي نفس الاطار فالسي عزيز حسني انا في هذا الاطار ديال الموجات ما يسمى موجات الرداءة ممكن واخت عزيزه ملك نطرح الاسئله باش مجموعين. هاد الاغاني دابا حاليا اللي تتداع في الميديا في اللي تشات البوز، واش هي اغاني او تندرج في اطار الاغنيه المغربيه؟ مقومات الاغنيه المغربيه واش هي؟ لحنا كلمات الايقاعات واش هي اغنيه مغربيه؟ باش ممكن حنايا يفتحوا لها حتى المجال، لان هناك كان واحد الجهه السمعي البصري اللي هي تتشرف على هاد القنوات، في حين هناك تدريب الاغنيه المغربيه، هذو اصوات حرام ما تسمعهاش المستمع المغربي، والاغنيه المغربيه اصبحت مفتقده، ما بقاش هناك المغربيه، هل الاغنيه المغربيه هناك مؤامره على الاغنيه المغربيه؟ هذا هو السؤال. اذا كانت هناك مؤامره فالدور ديالكم كفنانين اين هو؟ ثم السي عزيز حسني تم سبق له خلال المعلومات اللي عندي افاده من طرف المغفور الحسن الثاني لافتتاح دار الاوبرا في مصر. عزيزه ملك غني التعريف وما قدمته الاغنيه المغربيه والاغنيه الوطنيه اللي خدمتها عتيقة عمار والاغنيه المغربيه تتغنى بالفن المغربي عبر الربوع، مين تتسمع تسمع المغرب من الشمال الجنوب الشرق الغرب. وبالتالي نتمنى كلمه نسمعوها من عندكم، وشكرا واسمحوا لي على التعليق.